متابعينا الأعزاء، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في القناة. دائما في متابعة المشاريع الجديدة، اليوم غادي نديرو زيارة لمشروع إنجاز الخط الثاني للباسواي أو الحافلات عالية الجودة، واللي انطلقت في دجنبر الماضي أي منذ أزيد من 3 أشهر. هذا الخط الثاني طول ديالو 12 كيلومتر وغادي يربط ما بين مدار والماس هنا في شارع غاندي في اتجاه الرحمة، وغادي تكون فيه 22 محطة مرورا عبر شارع يعقوب المنصور، ثم شارع مولاي عبد الله الشريف، ثم شارع أم ربيع، ثم شارع مولاي تهامي في الرحمة. وبالنسبة للأحياء فغادي يمر من بوسيجور، ثم الحي الحسني، ثم الولفة، ثم الرحمة، وغادي تكون نقطة التقاء مع الخط الثاني للترامواي في القطب المالي بكازا أنفا. وفي هذا الفيديو صورت لكم 3 ديال المقاطع اللي خدامين فيها حاليا. وبالنسبة للأشغال ككل فغادة تنتهي في منتصف سنة 2022، وبالنسبة لانطلاق الخدمة فغادة تكون في الربع الثالث أو الرابع من نفس السنة. نتمنى أنني نكون قربتكم أكثر من هذا الورش، وللمزيد من الفيديوهات زوروا صفحة القناة.